السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مروة سليمان من قناة تكنولوجيا المعلومات. أهلا بكم متابعيني جميعا. النهاردة بصور المقدمة من برة علشان الإضاءة، يعني الإضاءة هنا كويسة نوعا ما، فناس كتير جدا بتشتكي إن الإضاءة مش كويسة، فأنا بقى ما صدقت قلت إيه أسجل المقدمة بتاعة الفيديو في إضاءة تكون كويسة علشان الناس تقدر إنها تكون مرتاحة وهي بتتفرج على الفيديو. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن المايكروسوفت أوفيس سيرتيفيكتس أو شهادات الـ MOS بشكل عام. يعني MOS مجازا الناس بتقولها كده، بس هي شهادة من ضمن شهادات تانية كتير جدا الناس بتاخدها وبتحصل عليها. هنعرف المستويات المختلفة لهذه الشهادات والفرق ما بين هذه الشهادات والمايكروسوفت اوفيس اللي موجود في الاي سي دي ال والاي سي 3، كل ده هنتكلم عنه النهاردة على قناة تكنولوجيا المعلومات. هنرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم على قناة تكنولوجيا المعلومات عشان نتكلم عن شهادة الـ MOS بشكل خاص وشهادات مايكروسوفت أوفيس بشكل عام، لان في بعض الناس اعتقادهم ان الشهادة اسمها MOS بس، يعني كل شهادات مايكروسوفت أوفيس اسمها MOS، لكن حقيقة الـ MOS مسمى تاني، بس انا كتبه لكم هنا مجازا MOS، لكن هو حقيقة الـ MOS هنا اسمه مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، وهي احدى شهادات مايكروسوفت اوفيس. النهاردة هنعرف شهادات مايكروسوفت اوفيس او البرامج الخاصة بشهادات مايكروسوفت اوفيس هي عبارة عن ايه بالظبط. اول حاجة هنتكلم عنها قبل ما نخش في اي حاجة، يعني قبل ما اكلمكم عن شهادات مايكروسوفت اوفيس، احنا خدنا مايكروسوفت اوفيس في شهادة الاي سي 3 وخدنا مايكروسوفت اوفيس في شهادة الاي سي دي ال. هتقول لي طيب هو مش يكفي المايكرو سوفت اوفيس اللي انا خدته في شهاده الاي سي دي ال والاي سي 3 لو انا لسه في البدايه وعايز اعرف برامج مايكروسوفت بشكل بسيط واشتغل عليها؟ هقول لك يكفي المايكروسوفت اوفيس اللي موجود في الاي سي 3 او الاي سي دي ال اللي انت اتعلمته ان هو يخليك تقدر ان انت تشتغل على برامج مايكروسوفت اوفيس، وده حقيقه يعني بيزكس انت بتاخدها في اول شهاده من شهادات مايكروسوفت اوفيس، وهي شهاده مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست. في بعض الاحيان بعض الاشخاص ما بيبقوش عايزين يدرسوا كل شهاده الاي سي 3 كل شهاده الاي سي دي ال، شايفين لا انا مش محتاج دلوقتي ان انا اخد كل الكلام اللي انا هاخده شامل الكلام النظري اللي موجود وكل الحاجات دي، انا بالنسبه لي تاخد مني وقت ومجهود، انا عايز بس اشتغل على برامج مايكروسوفت اوفيس او ابقى فيها متخصص. في الحاله دي احنا بنقترح عليك وبنقول لك روح خد شهاده المايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، ودي يعني اقل او اقل ليفل من الليفلز الخاصه بشهادات مايكروسوفت اوفيس. نيجي بعد كده للشهاده اللي اسمها مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست اكسبرت، ودي مختلفه تماما عن الشهاده اللي فاتت. شهادة مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست فيها اكسل، فيها وورد، فيها اوتلوك، فيها باوربوينت. ننتقل بعد كده للشهادة اسمها مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست اكسبرت، ودي بتروح شوية تاخد حاجات ادفانسد اكتر في الاكسل والوورد والباوربوينت، شوية فيتشرز اكتر وادفانسد اكتر. بعد كده بتنتقل للمرحلة الثالثة، وهي ان انت يبقى معاك ماستر في برامج مايكروسوفت اوفيس. وهنشوف دلوقتي يعني انا جايبالك الحاجات دي من موقع سيرتي بورت اللي هو يعتبر بارتنر لمايكروسوفت، ولو انت حابب ان انت تروح تاخد اي شهادة من الشهادة دي او تخش الامتحان بتاعها تقدر ان انت تروح على الموقع وتسجل علشان يعني تقدر ان انت تخش هذه الشهادات او حتى تدرس هذه الشهادات. هتلاقي الريسورسز كمان موجودة على موقع السيرتي بورت. الشكل اللي قدامنا ده انا جايباه مباشرة من السيرتي بورت، بيقول لك ان لو انت حابب ان انت يبقى معاك شهادة او سيرتيفايد بمايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، انت عندك الاكسل وعندك الوورد وعندك الاوتلوك وعندك الباوربوينت، بتروح تختار ثلاث حاجات من دول وتروح تمتحن فيها، ولو امتحنت وعديت يبقى انت كده مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست. الناس عموما بتفضل انها تخش فعلا الثلاث امتحانات دول اللي هما الاكسل والوورد والباوربوينت. الاكسبرت وهي الشهاده الاعلى شويه من المايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، لان انت بتاخد شويه حاجات ادفانسد اكتر، وهنا الناس اللي حابه انها تبقى فاهمه اكتر في برامج مايكروسوفت اوفيس، انت بيبقى عندك ثلاث برامج اساسيه بيبقوا امور ادفانسد عندك قوي اللي هما الاكسس والوورد والاكسل، وانت ممكن تمتحن في اتنين منهم علشان تبقى اكسبرت فيهم. اوكي،
ده الكلام اللي انا جايباه من السيرتي بورد، او اللي انا الايمجز دي جايه من السيرتي بورد ومايكروسوفت اوفيس. فبالتالي هما اللي قايلين الكلام ده، لان انت هتبص تلاقي كل شويه حد بيقول لك حاجه مختلفه. دايما انا انصحك ان انت تاخد الحاجه المظبوطه من على الموقع الرئيسي او الاساسي. فانت عندك مايكروسوفت اوفيس كموقع يقدر ان هو يفيدك، هحط لك اللينك في الوصف اسفل الفيديو، وهحط لك كمان الموقع الخاص ب السيرتي بورت اللي انت حابب ان انت تخش تحصل على الريسورسز وكمان تخش الامتحان من خلاله، تقدر ان انت تسجل من خلال هذا الموقع. واكيد طبعا في فيز هتدفع، عشان الناس بس ما تفتكرش ان الكلام ده فور فري. الكلام طبعا مش فور فري، يعني على السيرتي بورت تقدر تخش وتشوف الكلام شكله عامل ازاي. فبالتالي ادي شهاده الاكسبرت، وادي شهاده الاسوشيت او السبيشاليست. وهنا بيقول لك دي الحاجات الامتحانات، لو انت دخلت هذه الامتحانات هتبقى اكسبرت في الاكسس، او هتبقى اسوشيت في الاوتلوك، او هتبقى هنا مثلا اكسبرت في الاكسل لو دخلت الامتحان الخاص بالاكسبرت. هنا بيديك هنا الشهادات او الاكزامز اللي انت هتخشها، او المتعلقه بكل المواد اللي انت هتقدر ان انت تقدر تحصل منها على شهادات، سواء كان الوورد اسوشيت او كان الاكسل في المرحله الاولانيه والباوربوينت في المرحله الاولانيه. ممكن تخش الثلاث امتحانات دول، وفي الحاله دي انت هتبقى كده معاك ام او اس او مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، وهتبقى سيرتيفايد باول ليفل. هتبتدي ان انت تخش بعد كده الاكسس اكسبرت، او تخش الوورد اكسبرت او الاكسل اكسبرت، هتختار اتنين، وتبقى بعد كده المرحله اللي بعد كده مرحله الاكسبرت، المرحله الثالثه بتاعه الماستر. ودي اعتقد برضو ان الامتحانات موجوده وليها رقم معين بتخش له، تقدر برضو تبص على النقطه دي على. لكن كل اللي اقدر اقوله لك ان انت في الماستر ان انت محتاج ان انت تمتحن في عدة البرامج اللي موجودة في الماستر عشان تبقى سيرتيفايد. انت بتمتحن في كل البرامج عشان تقدر ان انت تكون معاك السيرتيفيكيشن الخاصة بان انت معاك ماستر. ما هي ماستر دي على ليفل، اوكي، لكن انت عندك تو ليفلز. انا شايف ان هما انت لو معاك الاتنين دول خلاص انت كده بقيت ممتاز في برامج مايكروسوفت اوفيس، سواء كان السبيشاليست واتنقلت للاكسبرت، انت كده متهيألي هتبقى ماشي في الاتجاه المظبوط. عشان كده الناس اللي انا لما كلموني قلت لهم لا ده على مرحلتين، انا اقصد بالمرحلتين هما مرحله السبيشاليست، وان انت بعد كده تخش على مرحله ان انت تبقى اكسبرت. فبتخش مثلا امتحان الاكسل اسوشيت، وبعدين بتخش امتحان الاكسل الخاص بالاكسبرت، ونفس الموضوع بالنسبه للوورد، ونفس الموضوع بالنسبه للباوربوينت. لكن عشان تبقى سيرتيفايد مثلا بالنسبه للام او اس، هتبتدي تخش ثلاث امتحانات، اختار اكسل مثلا وورد وباوربوينت. في الاكسبرت هتختار اتنين، ممكن تختار الاكسل وتختار الوورد، فتاخد الشهاده الخاصه بالاكسبرت الخاصه بالمايكروسوفت اوفيس. تمام، ده كده بمنتهى البساطه. في ناس هتقول لي طيب يعني ايه المهم في ده؟ والله في ريسيرش بيقول ان وجدوا ان كتير جدا دلوقتي من الشركات بتدور على شهاده الام او اس بشكل عام، والاكسبرت بشكل خاص. ده لو انت شغلك هيبقى على الباوربوينت والاكسل والوورد بشكل في استخدام الادفانسد فيتشرز. لكن بشكل عام ان انت معاك الام او اس او المايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، بتضمن للشركه ان انت هتقدر تقدم برودكتيفيتي، او هتعرف تتعامل مع برامج مايكروسوفت بشكل كويس جدا. بعض الناس بتطلب الاي سي دي ال، بعض الشركات بتطلب الاي سي 3 المتعارف عليه اكتر كان الفتره اللي فاتت الاي سي دي ال. السوق له متطلبات كتيرة، وكل يوم بيتغير، وكل يوم سوق العمل المتطلبات بتاعت الوظيفة بتتغير. فانت لازم تكون اوريدي على قد ما تقدر، يعني على قد ما تقدر تكون قادر ان انت تدرس وتاخد هذه الشهادات، او تحصل على هذه الشهادات، نوع من انواع ان انت اولا اكيد هتستفيد. مفيش حاجة ما بتدرسهاش مش هتستفيد بيها، اي شهادة هتحصل عليها. ما تصدقش الناس اللي بتقولك لا ما فيش حاجة اسمها شهادة خلاص دلوقتي، او سيبك موضوع الشهادات ما بقاش في حاجة اسمها شهادات. لا حضرتك، انت بتاخد شهادة من مايكروسوفت، ما فيش اعلى من مايكروسوفت علشان تقولك ان انت متخصص في البرامج بتاعتها. فبالتالي لما انت تبقى سيرتيفايد من مايكروسوفت في برامج مايكروسوفت اوفيس، اعتقد ان ده اثبات قوي جدا على ان انت كويس جدا في برامج مايكروسوفت اوفيس. نفس الكلام الناس بقى اللي عايزة تدرس الجزء بقى النظري والجزء الخاص بالاي تي، وتتعمق وتفهم الكلام اللي خاص بالليفنج اونلاين في الاي سي 3 مثلا، في شهاده الاي سي 3 والكمبيوتنج فاندمنتالز، في الحاله دي بتاخد شهاده الاي سي 3 والاي سي دي ال، وطبعا شهادات قويه ومعترف بيها جدا. لكن واحد عايز ياخد برامج مايكروسوفت اوفيس ويبقى متخصص فيها، عليه وعلى برامج مايكروسوفت اوفيس، ويبتدي ياخد الاول الام او اس، وبعدين يخش على برامج مايكروسوفت اوفيس، يبقى اكسبرت في برامج مايكروسوفت اوفيس. اوكي، ده الموضوع بمنتهى البساطه.
فاذا انا عندي 3 مستويات، ما ركزتش قوي على الماستر عشان انا ما عنديش معلومات مؤكده قوي عن الماستر، غير انه انت هتمتحن كل المواد بتاعه الماستر. اعتقد الماستر فيه حوالي 4 امتحانات في الماستر، واكتر 3 حاجات اللي هو الوورد والاكسل والباوربوينت فيها تركيز عليها. لكن في مايكروسوفت اوفيس ام او اس والاكسبرت هو مخيرك عشان تحصل هنا على الشهاده. ممكن لو انت خدت يعني 2 في حاله الاكسبرت و3 في حاله الام او اس، انت كده برضو بتبقى سيرتيفايد. ده بالنسبه للمايكروسوفت اوفيس سيرتيفيكيشنز. نيجي بقى للحاجه المهمه جدا وهي المايكروسوفت سكيلز ان ذير ريزومي. السكيلز اللي انت لازم تكون فيها ممتاز لو انت خدت الاكسل، خدت الباوربوينت، خدت الوورد، اللي بيركزوا عليه السكيلز اللي لازم تكون عارفها. عندي في مايكروسوفت اكسل حاجه اسمها بيفوت تيبلز، واحنا ما خدناش البيفوت تيبلز دي في الاي سي 3 ولا خدناها في مايكروسوفت اوفيس 2010 لما درسنا الاي سي دي ال. وبالتالي انت محتاج ان انت مثلا تاخد هي الاكسبرت مثلا عشان تبقى شاطر في موضوع البيفوت تيبلز، ممكن وحاجه مطلوبه ان انت تكون عارفها. والبيفوت تيبلز تقدر تعمل سورتنج، تقدر تعمل مانجنج، تقدر تعمل افريج للداتا اللي موجوده عندك في التيبلز. فالبيفوت تيبلز بتعمل لك الموضوع ده اوتوماتيكلي، فعشان كده هي مهمه جدا جدا لما تكون بتتعامل مع داتا كتيره. عندك كمان الفورمولا فانكشنز، واحنا اتكلمنا في الاكسل عن الفورمولا فانكشنز في او الفانكشنز الاساسيه في الاي سي 3، واتكلمت عن الموضوع ده برضو في الاي سي دي ال. وهتدرس كمان في مايكروسوفت او في الام او اس حاجه اسمها الفي لوك اب فانكشن. والفي لوك اب فانكشن دي بتحلك ان انت تربط داتا من شيت لشيت، يعني تقدر تروح من شيت لداتا تانية موجوده في شيت تاني عن طريق هذه الفانكشن اللي هي في لوك اب فانكشن. تاني حاجه الفورماتنج، بيقول لك مش معنى ان انت شغال على الاكسل يبقى الشكل بتاع الشيت بتاعك وحش، فبالتالي لازم تعرف تعمل فورماتنج مظبوط، خصوصا لو انت بتتعامل مع تيبلز جوه الاكسل. لازم الهيدر يبقى بلون، لازم العمود ده مثلا بلون، لازم التايتلز بلون، لازم تهتم بالفورماتنج الخاص بالاكسل. فعشان كده بيركز في دراسه شهادات مايكروسوفت اوفيس على نقطه الفورماتنج. فالتركيز بيكون على البيفوت تيبلز عشان تقدر تعمل سورتنج وتقدر تعمل مانجنج للداتا. الفانكشنز تركيز عليها، الفورماتنج التركيز بيكون عليها. بالنسبه للمايكرو سوفت باوربوينت بيتم التركيز على الوركينج ويز كاستم سلايدز، ازاي تتعامل مع السلايدز المختلفه. في سلايد بيبقى جواها جرافيكس، في سلايد بيبقى جواها شيت اكسل على فكره. السلايدز اللي جوه ممكن يكون فيها تكست، ممكن يكون فيها بيكتشرز، بتتعامل مع الاليمنتس المختلفه اللي موجوده جوه السلايدز. تاني حاجه الانيميشنز، لان الغرض من العرض التقديمي اصلا انه يبقى جذاب عشان اقدر ان انا ابقى قاعده ما ازهقش او ما مل منه. فلازم تعرف تعمل انيميشن للتكست او البيكتشر او الاليمنتس بشكل عام اللي موجوده جوه الباوربوينت. تالت حاجه وهو المايكروسوفت وورد، التركيز بيتم من خلال دراسه المايكروسوفت اوفيس سيرتيفيكيشنز، بيركز على الفورماتنج واليوزنج سيت اب فانكشنز. طب يعني انا بتعامل مع تكست في الاساس، فالفورماتنج مهم جدا. والجزء الخاص بالسيت اب فانكشنز بيركز على التمبلتس بيلدينج اند اديتنج، يعني وانس انت عملت شكل معين لدوكيمنت ممكن تستخدمه كتمبلت تستخدمها كل مره. يعني انت لو كل مره بتغير فيها حاجات بسيطه جدا او داتا بس بسيطه، ممكن تستخدمها كتمبلت، تقدر تستخدمها تعمل لها ريوز مره تانية. تالت حاجة استخدام السمارت ارت والتكس بوكس، واحنا الحاجات دي كلها اتكلمنا عنها في الاي سي 3 الوورد اللي موجود في الاي سي 3 سواء كان فيرجن 2016 او في الاي سي دي ال فيرجن 2010. فبرضو دي من الحاجات المهمة اللي انت لازم تكون عارفها او تعرف تستخدمها في مايكروسوفت وورد. علشان كده هو بيركز على النقط دي بشكل عام في شهادات مايكروسوفت اوفيس، لان اي شغل بيكون محتاج الحاجات دي بشكل كبير، فبالتالي انت لازم تكون فاهمها وعارفها. دلوقتي انا جايبه لك كده زي ايه شكل، الشكل ده كده بيوريك ان انت لو دخلت على المايكروسوفت اوفيس، موقع مايكروسوفت اوفيس الجزء الخاص بالليرنينج، وهحط لك برده اللينك في الوصف اسفل الفيديو، هتبص تلاقي فيه فيرجنز كتيره جدا تقدر ان انت تخش تمتحن فيها. يعني مش لازم اروح امتحن في مايكروسوفت اوفيس 2016، انا ممكن اروح امتحن الام او اس في مايكروسوفت اوفيس 2013 وممكن 2010 وممكن 2007. دي كل الفيرجنز المتاحه على موقع مايكروسوفت اوفيس. ولو رحت دي مايكروسوفت اوفيس 2016 ودوست على البلس عشان تعمل اكسبانشن وتشوف تحتيها ايه، هتلاقي السيرتيفيكيشن تايتل كل امتحان،
رقمه ايه عشان تبقى عارف رقم الامتحان اللي انت داخل تمتحن فيه. فبالتالي هنا بيديك رقم الامتحان كمان اللي انت داخل تمتحنه، يعني ايه المواد اللي موجوده تحت كل فيرجن من الفيرجنز الخاصه بيه مايكروسوفت اوفيس 2016. هحط لك الرابط الخاص بالموقع والجزء ده بالذات اللي هو بتاع الام او اس، وهحط لك الجزء او المايكروسوفت اوفيس سيرتيفيكيشنز بشكل عام، وهحط لك الرابط الخاص بالسيرتي بورد عشان اللي هيوديك على طول على الجزء الخاص بيه برضو شهاده المايكروسوفت اوفيس سيرتيفيكيشنز، سواء كانت السبيشاليست او الاكسبرت، الاثنين موجودين على السيرتي بورد، وتقدر ان انت تشوف ازاي اقدر اسجل وازاي تقدر ان انت تدرس لو انت عايز تاخد الريسورسز من على الموقع. احنا بكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. حاولت اوصل لكم بشكل بسيط شهاده او شهادات مايكروسوفت اوفيس سيرتيفيكيشنز بشكل عام وخاصه الام او اس. ارجو ان انتم يعني تخشوا على الرابط اللي موجوده اسفل الفيديو وتستفيدوا فعلا وتقروا بتاني شويه وتشوف انت عايز تخش ايه او عايز تاخد ايه. وطبعا بالتاكيد انت هتبتدي بالام او اس، مش هتخش على الاكسبرت. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وشير ولايك للفيديو لو عجبكم، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشيروا الفيديو مع أصدقائكم عشان يستفيدوا وتعم الفايدة. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.